السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. انتشر خبر تغيير الجنسية الرياضية للاعب الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هذا الأخير يرغب في تغيير جنسيته الرياضية للدفاع عن قميص الأخضر السعودي في النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم قطر 2022. لكن أكدت بعض المصادر أن هذه الأخبار التي أشارت إلى تجنيس حمد الله للانضمام للمنتخب الأخضر لا أساس لها من الصحة، وأن اللاعب حمد الله لم يتحدث في هذا الموضوع مع أي كان.